اكبر المتضررين منها هو النادي الاهلي، كان الكيرف طالع، ولكن في النهايه مباراه الزمالك والجونه هي اللي تم تاجيلهم فارس، وان شاء الله يكون عندنا رغبه قويه اننا لما نرجع من الايقاف نكون أكيد بشكل اقوى زي ما بدانا الموسم بالظبط. أكيد، دي حاجات من الحاجات الصعبة لأي فريق في العالم، إن بعد فترة توقف ترجع بنفس الشكل ونفس المستوى. حابين نتكلم في قائمة المنتخب وخصوصا اللاعبين الخاصين بالنادي الأهلي، وعندنا بعض التعقيبات. أنا في رأيي إن منتخب مصر عاد للطريق الصحيح، الاختيارات بتعكس الموضوع، مش انت واخد كام لاعب من النادي الاهلي، ولكن عقليه اللاعب الاهلاوي على مدار بطولات المنتخب المصري كانت عامل حاسم ومرجح في اي لقاء او في اي بطوله. في كابتن حسام البدري وجهت له بعض الاستفسارات الخاصه باستخدام كابتن محمود كهربا من ضمن الاختيارات. عايزين نقول حاجه، لو انت بصيت لها هتفهم فلسفه الاختيار اللي هتخليك تبقى مرتاح. محمود وحيد لاعب في النادي الاهلي ما بيشاركش بشكل اساسي، ولكن هنا بنتكلم ان كابتن حسام البدري ارتقى ان في مجموعه من اللاعبين في بعض المراكز هو شايف وفقا لسياسته او الاستراتيجي بتاعته في الملعب ان هيكون محتاجهم. اختيار محمود وحيد هو بشكل او باخر بيفسر اختيار لاعب زي كهرباء. واتمنى ان كابتن حسام البدري، وهي نصيحه وطبعا هو مش محتاج النصيحه، ولكن ذكر اختياراتك يا كابتن حسام البدري انت الوحيد اللي هتحاسب عليها. اكيد بيكون العامل الفني هو الشيء الاساسي، ما تعملش حسابات لاي انتقادات، اشتغل بالشكل اللي انت شايف ان هو الافضل. واكيد يا احمد انت متفق معايا ان كابتن حسام البدري محتاج يحرر نفسه من الضغوط، وطالما مقتنع ان لاعب هيفيده لازم يكون حريص انه موجود معاه. بالتاكيد يا فارس، وزي ما انت قلت محمود وحيد، ودي مش اول مدير فني للمنتخب يعملها، مديرين فنيين سابقين كتير جدا كانوا بيجيبوا لاعبين وكان بيتم دعمهم في معسكر المنتخب وبيأدوا لنتائج. كابتن حسن شحاته وكابتن محمود الجوهري تحديدا المدربين المصريين بيبقى لهم رؤيه معينه، ولما تيجي تتكلم عن فكره الباك الشمال طبعا عبد الله جمعه متالق مع نادي الزمالك، اكيد محمود وحيد هيكون اضافه كبيره جدا، لان الفترات اللي ظهر فيها محمود وحيد في مباراه النادي الاهلي كان اضافه قويه جدا. حظ بس كابتن محمود وحيد انه جه في زمن الساحر علي معلول، لكن ان شاء الله يكون حظه موفق مع منتخب مصر، ونتمنى لكل اللاعبين حظ موفق مع منتخب مصر. لكن انا عايز اقف عند نقطه، وهي اختيار محمد عواد لمنتخب مصر. بالتاكيد كابتن محمد عواد حارس نادي الزمالك الحالي يستحق الانضمام لمنتخب مصر، ولكن احنا بس بنحب نفكر البعض ان كان بيتقال على كابتن محمد الشناوي طول ما هو بتروجيت ما كانش بينضم لمنتخب مصر، ولما انضم للنادي الاهلي بدا ينضم لمنتخب مصر، مع ان كابتن محمد الشناوي وهو بتروجيت انضم لمنتخب مصر، والموضوع ملوش علاقه خالص بفكره مجاملات للنادي الاهلي، بدليل ان عواد كان في الاسماعيلي بينضم على فترات متباعده وكان بيتم استبعاده، وكمان لما احترف في السعوديه تم استبعاده، لكن لما لعب مع نادي الزمالك تم انضمامه لمنتخب مصر. ودي بترجع لفكره ان الاهلي والزمالك انديه اكثر احتكاكا من انديه الدوري يا فارس، فعايزين بس نلقي الضوء على النقطه دي، عشان كان بعض الناس بتتكلم عن مجاملات في مركز حراسه المرمى تحديدا اللي النادي الاهلي دايما على مر التاريخ متميز بيه في منتخب مصر. يا احمد هو الموضوع يا جماعه بديهي، انت بتضم افضل عناصر كاهلي او زمالك، واكثر فريقين انضم منهم لاعبين للمنتخب على مدار تاريخ المنتخب هم الاهلي والزمالك، اكيد انت بيكون عندك افضل عناصر اللي بتؤهل المنتخب ان هو يكون طامح انه يختار لاعبتك، وان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق للمنتخب، ونتمنى باذن الله نخوض مباريات قويه، لان احنا محتاجين نشوف منتخب مصر بالصوره اللي كان عليها في الفترات اللي قبل كأس الأمم اللي كانت النتائج فيها مخيبة جدا 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 للأمال، ومحتاجين نروح لمعسكر تاني يا أحمد. معسكر